السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم بشارة، جمعية البر الخيرية بربوع العين عندهم مشروع عظيم وحسناته لا تنقطع في حياتك وبعد مماتك. عندهم مشروع بناء بيت من بيوت الله وجامع يجمع فيه أهالي ربوع العين. عدد سكان ربوع العين 10,000 شخص يحتاجون إلى بناء جامع يجمعهم لصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وأبشركم جاء فاعل خير وتبرع ب5,000 ريال لكل من نشر هذا المقطع. الله الله يحبه بالدعم والمساهمة ولكم الأجر. أسأل الله أن يسعدكم. السلام عليكم.